بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمدا وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله بمناسبة رمضان إن شاء الله داخل علينا، فأنا جايبة لكم إن شاء الله أكلة حلوة، وهي لو إحنا هنجيب اللي هي اللي زيها اللي هي الحمام فبيبقى غالي جدا، لكن أنا النهاردة إن شاء الله هعمل لكم السمان المحشي. السمان عاملاه بنفس طريقة الحمام، إن شاء الله مش هتفرقوا ما بين الحمام وما بين السمان خالص. دلوقتي السمان دوت انا غسلاه وكنت نقعاه في ميه بخل وليمون لمده 10 دقائق وملح لمده 10 دقائق، كويس. فانا دلوقتي هقول لكم برده المقادير: سمان، كوبايتين فريك، بصلايه مخرطه كده او مبشوره وبصلايه صحيحه، معلقتين كبار زبده، طماطمايه مخرطه وقرن فلفل وطماطمايه صغيره سليمه وطماطمية تانية، هقول لكم الايه دلوقتي: فص ثوم، ملح، فلفل اسود، حبهان ورق لورا، وانا كوبايتين اللي هما الفريخ هحط عليهم ان شاء الله 3 كوبايات مية عشان انا مش ناقعاه، تمام. بصوا بقى اللي هي الطماطمية ديت اللي انا مخرطاها خلاط كبيرة اهي، اعمل ايه على ما اجي اجهز كمان الفريك احط فلفل اسود وملح والطماطمايه دي اللي هي متخرطه كبيره دي عليها، واسيبهم مع بعضهم اقلبهم كويس واسيبهم على ما اروح اعمل ايه ان شاء الله الفريك ان شاء الله، ونيجي مع بعض نرجع تاني ان شاء الله. دي اهو رجعت لكم اهو، دي ان شاء الله في المطبخ هنعمل ان شاء الله اهم حاجه واول خطوه اللي هي الفريك اهي. بنحط معلقتين زبده، بصراحه يعني الفريك مع الزبده بيبقى احلى حاجه، بيمشي طعمهم قوي مع بعض بيدي طعم احسن. واجي اجي الزبده اهي بدات تسيح، تشيلها شويه اهي، بعدين بحط البصل المفرد اهي، نبدا ايه نشوحها، احنا مش هنحمرها قوي بس احنا ايه هندبلها كويس شويه كده تاني، وهرجع لكم برده ايه على ما تكون ان شاء الله ايه عشان ما اطولش عليكم الفيديو. وادينا اهوت شايفين اهي البصله ايه بدات تدبل معايا، هعمل ايه؟ هحط اللي هي الكبد والحاجات بتاعه السمان اهي شوح، وهبدأ اضيف ان شاء الله الملح معاها معلقة واحدة، وبعد كده هظبط الحياة والفلفل الاسود عشان هما دول برضو ايه هيدوها طعم ايه هيبان طعمهم، تمام. احنا ايه اهو زي ما احنا شايفين احنا ما حمرناش البصله، ماشي، احنا بندبلها بس حمرها ما خدت لون اهو. وادي الكبد والقوانص بتاعه السمان اهي بدات تحمر معايا اهو، وهضيف فص الثوم. على فكره يا جماعه طعم الثوم مش بيبان بس بيديها نفس حلو قوي، عشان مفيش حد يقول لي هيبقى فيها طعم ثوم ولا حاجه، لا مش بيبان اهي. وبنجيب برده كده نديهم تشويحه في الفريك ورقتين لورا، محتاجين حبهان، ونديهم ايه تشويحه اهم. وبعدين هبدا اضيف الطماطم اللي هي طماطمايه مبشوره او مخرطه رفيعه ، يبقى احنا كده حاطين ايه؟ حاطين معلقتين او 3 معالق زبده على حسب طبعا الكميه بتاعتك، وحطينا البصل اتشوح شويه، حطينا الكبد والقوانص، وبعدين حطينا فص الثوم
وملح وفلفل اسود، ورق لورا، وحبهان، وطماطمايه مخرطه او ايه مبشوره بس مخرطه في ايه حتت رفيعه. ماشي، وهرجع لكم برده ايه ان شاء الله تاني. بس يا جماعه اهو ادينا رجعت لكم بعد ما الطماطم اهي بدات ايه تدبل خالص اهي، وادي قرن الفلفل اهو. لو عايزه تخرطيه خالص خرطيه، بس انا ايه بحط عشان ممكن ايه اشيله، مش عايزه ان انا ايه برضو يبقى باين في الفلفل، انا بس باخد الطعم بتاعه وهشيله ان شاء الله اساعة الحشو. خلاص، وادي كوبايتين في مغسولين منقوعين شويه صغيرين، مش منقوعين ياما علشان خاطر ايه ما يعني بتاع ايه 10 دقايق كده او ربع ساعه، مش اكتر من كده عشان خاطر طعم الفريك بيتغير. تمام اهي، بسم الله، ونشوح ايه الفريك اهو، نديله ايه تشويحه علشان يتشرب من السمنه ويبقى طعمه احلى. بسم الله، ماشي يا جماعة اهو. هنا اهو ايه بقلبه، بحط بقى بيت الفلفل الاسود معلقتين اللي هما اللي انا من الاول كنت حاطه معلقتين الفلفل الاسود وبقية الملح. تمام كده، ده اول ما اتاكد بصوا ان السمنه كلها الفريك كله اتملى بالسمنه اهو، وتشوح كده شويه خد تشويحه كويسه. هقوم ايه اضيف ان شاء الله الميه اهم، هو الفريك كان كوبايتين من ده، فانا هحط 3 كوبايات، مقدار دي كوبايتين من مقدار الفريك، كوبايتين من ده نفس المقدار ده، عشان كده هحط 3 من المقدار بتاع الفريك. ادي واحد، بسم الله الرحمن الرحيم، وادي تاني كوباية، وادي تالت كوباية. كويس اهو، بننزل طبعا ايه اي حاجة في الاركان كده. بصوا الزبده اصلا كفايه، لان احنا ايه بنحب الفريك بيبقى الزبده ياما فيه بتحلي طعمه. تمام، واول ما بيغلي بوطش عليه اهو كده بغطيه، واول ما بيغلي غلوتين بوطش عليه واسيبه يشرب زي عامله ايه معامله الرز، وهرجع لكم ان شاء الله تاني. بس ما تبينيش بقى اهي، بصوا يا جماعه اهو غليت اهي، بتغلي اهي، هنوطش عليها ونسيبها بقى ايه تتشرب، عامله ايه زي الرز بالظبط اهي. حطينا النار اهي اهي، كل الحاجات دي يا جماعه بتديله طعم جميل، وتحسن طعم الفريك جدا، وتظبط مع السمان او الحمام لو هنعمل حمام، وهرجع لكم تاني ان شاء الله. يلا برجعت لكم اهو يا جماعه اهو، بصوا اهو الفريك اهو بدا يفلفل. تمام، خلاص يشرب اهو، هسيبه دقيقتين تاني كده ان شاء الله، وارجع لكم تاني يكون بقى شرب خالص. رجعت لكم تاني اهو يا جماعه اهو شرب، وهيكمل برضو ايه ما ننساش ان هو هيكمل ان شاء الله تسويته في السمان ان شاء الله. خلاص انا كده ايه هبدا ان شاء الله احشي، على ما اجي ان شاء الله احشي السمان فانا هعمل ايه، هولع على الشوربه اللي هي الميه اللي هسلق فيها عشان اكسب وقت، واحط فيها كده طماطمايه الصغيره دي والحبهان وورق اللورا دوت، واول ما يغلي تغلي ان شاء الله حصقه البصل مع السمين، وارجع لكم تاني ان شاء الله وانا بحشي.
رجعت لكم تاني اهوت ان شاء الله بعد ما الفريك اهو شرب، وهبدا ايه ان شاء الله الحشو. انا كمان عايزه اقول لكم كان موجودين فتله وابره عشان خاطر ان شاء الله انا هي الطريقه ديت اللي بتخليني ابقى مطمنه وانا بحشي الحمام او السمنه او اي حاجه، هي الطريقه التقليديه بتاعه الفتله والابره. لو ان انت عايزه تحطي الطريقه الثانيه اللي هي حاجات بتحطي مثلا الانصه او الكبده والحاجات دي تحبسي بيها ماشي، بس انا بحب الطريقه دي او بالخله، انا بحب الطريقه اهو. اديني اهو اتغرفت الفريك بالكبد، وادي السمان اهو اللي انا نقعاه طبعا في التتبيله دي، وهنبدا ان شاء الله ايه الحشو. بص طبعا ايه الخطوه بقى ايه المهمه اللي انا هقول لكم عليها. بصوا لسه في بقيه زبده اهيت. السمان مش بيبقى سمين زي الزغاليل او زي الحمام، فاحنا بنعمل ايه؟ بنجيب حته زبده وبنحطها جوه قبل ما بنحشي الفريك. ديت بتدي دسامه من جوه للسمان وبيبقى فعلا ما تفرقهوش كتير عن الحمام اهو. بسم الله اهو اهو بدانا نحشي. انا هفرجكم طبعا ايه اتنين كده وبعدين عشان تشوفوا بس الفكره، وبعدين انا هكمل ان شاء الله وارجع لكم تاني اهو. اديني كده حشيت اهي دي اهي جوه اهو، وادي بصوا بقى احنا بنشي الزور ازاي بقى او الرقبه اهي. بصوا يعني طبعا دي دقيقه جدا صغيره قوي ورفيعه كده، فاحنا بنحشيها بالطريقه دي. المعلقه مش هتظبط معانا اهي كده. اتمنى ان انتوا تكونوا ايه شايفينها، الفريك اصلا سخن اهي كده اهو الفريك. بصوا الانصه دي كده جوه اهي، وادي الفريك. هكمل حشوها وافرجها لكم تاني. بصوا يا جماعه انا اهوت معلش انا ايه قعدت الجلافز عشان خاطر مضايقني في الحشو عشان الفريك سخن اهي اهي. بصوا اهي كده اهي، هناخد واحده تانيه كم واحده كده اهو. الراجل هو بينضفهم لي، عمل الزور بتاعهم اللي هي الرقبه ديت، فمش مشكله بقى هحشيهم من جوه اهي. بس انا هفرجكم ده اهو. بسم الله ده يعني ايه يعتبر حوالي 3 ارباع سوا، يعني ايه فاضل له تيكه بس صغيره على التسويه اللي هي هياخدها ان شاء الله ايه مع تسويه السمين اهي. بسم الله اهي. بصوا اجي بقى ايه الرقبة اهي. بصوا اهي نفتح الرقبه كده اهي اهي، نعمل كده اهي شايفين اهي، ندخلها كده بايدي اهي اهي بسم الله اهي. بصوا هكمل الكميه ونرجع ان شاء الله نخيطهم مع بعض اهو. دي رجعت لكم تاني اهوت بعد ما خلصت كلهم الحشو بتاعهم بالفريك اهو، وهنبدا ايه نخيط. طبعا ايه احنا ما نكبسهمش قوي علشان ما
ما يعملوش في المية يعني، ما يفرقعوش في المية. اهي خيطنا الرقبة اهي، سينا الفتلة اهي، وبنيجي اهي نلم بقى الموضوع دوت. ايه الموضوع؟ على فكرة مش صعب ولا حاجة اهي، بسم الله. بصراحة هي ديت الطريقة اللي انا ببقى مطمنة ان شاء الله ليها، ان هي ايه ان شاء الله مش هيفك مني ولا الفريك يطلع ولا حاجة اهي، وبعدين ما بتاخدش برضو وقت. مسح كده عشان هو صغير ما نغمرش، ونحط ايه خلة وحاجات كده. الموضوع ان شاء الله ما بياخدش وقت كتير. وهي برضو ايه اول برضو ما بتنزل في المية بتشد ان شاء الله. بسم الله احسن هي كده ان شاء الله كويسة. هنعمل برضو ايه ان شاء الله ايه واحدة تانية عشان برضو ايه نشوفها مع بعضينا. بسم الله نشوف الفكرة مع بعض، نقعدها عشان ايه مت. بسم الله اهي، بصوا الرقبة اهي، بصوا اهي هي. معلش هو ايه الراجل عملها لي شوية وهو بينضفها، مخلليش فيها رقبة كبيرة كده، بس انا برضو ايه حشيت فيها حبة كده قدر الإمكان اهي. خلاص اهي من التانية اهي 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 من فوق كده الأول علشان تصغري ايه الفتحة اهي. بسم الله بسم الله اهي، اكملهم بقى ان شاء الله وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني اهي بعد ما خيطتهم كلهم وظبطتهم، وبعدين انا ربطت كده لقيت شكلها كده هو مفركش شويه، فرحت ايه ربطت بس رجليها. تمام بسم الله الله اكبر. طبعا حاطين احنا اهو حبهان وورق لورا وطماطميه وادي البصلايه اهي. اهي يا جماعه ان شاء الله ايه هرجع لكم تاني ان شاء الله بقى ايه وانا بطلعها بعد ما تتسلق ان شاء الله. اجي اهي سقطناه كله اهو، واجي الملح والفلفل الاسود اهو، تحطي بقى معلقه ملح معلقه ملح على حسب ايه الكميه بتاعتك وعلى حسب انت ما بتحبي الحاجه حادقه او اللي بتحبيها مش حادقه. هرجع لكم تاني ان شاء الله وانا بطلعها. ماشي رجعت لكم تاني اهوت بعد ما اتسلق اهو، طفي بقى النار ان شاء الله هو كده استوى. تمام وهشيله بسم الله بسم الله اهو. بسم الله بسم الله اهو يا جماعه شايفينه حتى اللي هي ايه فتحت شوية الحمد لله ايه من السماء ايه. بسم الله
لكم ان شاء الله تاني بقى وانا بحمر. ان شاء الله اهوت هنبدا ايه بقى التحمير. ادي الطاسه اهي، حطيت فيها معلقه زبده، معلقه كبيره، معلقه زيت، زيت ذره عشان ايه الزبده ما تتحرقش مني. ان شاء الله ايه اول ما تقدح احط ايه السمان ان شاء الله يتحمر. بسم الله الله اكبر اهو. على فكره يا جماعه هو ما اخدش 10 دقايق في النار عشان ما يستويش منكم في السليق، ما اخدش وقت غيرها منه حوالي 10 دقايق اهو. اول ما بتغطيه بتلاقيه كده بتحسي ان هو خلاص استوى. بنحمره عشان برضو ما اطولش عليك الوقت في الفيديو، هكمل التحمير بتاعه ان شاء الله. اهو يا جماعه اهو اهو بدا يلون معانا اهو. ماشي هنكمل ان شاء الله برضو التحمير بتاعه وارجع لكم تاني. اهو شوف بدا يحمر ازاي. هطلعه بقى ان شاء الله من الطاسه ان شاء الله واقدمه وافرجه لكم اهوت. وبنقدمه بالشكل ده اهو، نحط عليه بس مش عايز اي حاجه تانية، بس ملح وفلفل اسود بس. هو كده لوحده حكايه وطعمه ان شاء الله خرافه وهيعجبكم. بتمنى ان شاء الله ان وصفتي تكون عجبتكم، وارجو ان كنتم برضو تدعموني اذا عجبتكم الوصفه، دعموني باللايك والشير والهنا والشفا وصحه وعافيه على قلبكم.